السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي. النهاردة بإذن الله جايبه لكم دهان موضعي هيعجبكم قوي قوي للتخسيس. طبعا ده لمنطقة الكرش أو الأجناب الأرداف. لو طبعا جسمك كويس وإنتي مش عاوزة تخسسي كل جسمك، الدهان ده هيظبط معاكي مثلا منطقة الذراعين أو الأرداف أو كمان الأجناب، أي منطقة إنتي عاوزة تخسسيها. تخسيس موضعي مكوناته بسيطة جدا، وكمان طريقته حلوة قوي وسهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت فعال جدا. حابة اقول لكم لو اول مرة تشرفيني في قناتي، بتمنى ان انتي تدوسي على زر اشتراك وكمان تدوسي على الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. ولو سمحتي حطي لايك وشير للفيديو. طبعا اول مكونات معايا هو جل الصبار او الالوفيرا او نبتة الصبار. انا جايبه لكم النبتة نفسها، وطبعا متوفر الجل عادي موجود في الصيدليات، موجود في محلات مستحضرات التجميل. ببدأ طبعا اقشر بالسكينة عادي كده، اهو القشرة الخارجية الخضراء دي كلها، بس حسبي طبعا علشان بيبقى هنا في المنطقة دي في شوك كده اهو زي ما انتوا شايفينه كده، تشيليه طبعا عشان تقدري تمسكي النبتة من غير ما تعورك. هعمل الخطوة دي، هقشره وهاخد الجل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين كده، انا طبعا خدت يجي معلقة كده من جل الصبار او الالوفيرا. هبدأ اطحنها بأي شوكة عندي علشان تبقى زي الجل العادي ده. ده جل صبار بنشتريه من صيدلية. بعد طبعا ما بتخلطيه كويس كده، حاولي كمان تعمليه بشوكة او في الخلاط زي ما تحبي. هستخدم كمان زيت الفلفل الاسود، بس هستخدم كمية صغيرة، يعني معلقة الجل الالوفيرا هناخد عليها نص معلقة صغيرة او معلقة صغيرة كده اهو. نخلطها كويس مع بعض، حاولي تدوبي الجل. لو طبعا هتستخدمي النبتة زي كده حاولي تدوبيه كويس. وكمان هياخد معلقة صغيرة من القرفة او الدارسين، معلقة طبعا مطحونة، قرفة مطحونة. وهخلط المكونات دي معايا كويس جدا لغاية ما تتخلط. طبعا ده هتسيبيه عندك، ممكن تحتفظي بيه من 10 ل 15 يوم، مفيش مشكلة خالص. هتبدأي تستخدميه ازاي؟ طبعا على منطقة الكرش اتفقنا او الارداف، اي منطقة انت عاوزة تخسسيها هتجيبي فوطة وتبليها كمان مية سخنة وتبدأي تعصريها وتسيبيها على المنطقة ديت 5 دقايق بالظبط. وبعد كده تروحي شايلة الفوطة ودهنة الكريم بتاعنا ده على المنطقة كويس، وتحاولي بحركات دائرية مساج كده للمنطقة. وبعد كده تلفي بطنك او الارداف او المنطقة يعني اللي انت دهنتي عليها الكريم او الدهان بتاعنا بتاع التخسيس ده، وتسيبيها من 2 ل3 ساعات. وكمان لازم نلفها باي بلاستيك غذائي او حتى كيس، علشان هتلاحظي ان المنطقة شوية بقت سخنة وكمان فيها شوية عرق كده. بإذن الله هتجيب معاكم نتائج حلوة جدا، بس لازم نستمر عليها طبعا من 15 يوم ل 20 يوم. وقبل ما تبدأي ياريت تقيسي المكان اللي انت عاوزة، المكان يعني بتاع التخسيس اللي انت هتخسسيه، تقيسي بالمزورة علشان تعرفي انت نزلتي قد ايه من محيط خصرك او من اي مكان انت استخدمتي ليه الوصفة بإذن الله. طبعا الوصفة تقدري توقفيها مثلا يوم او 2 بعد ال15 يوم وترجعي تعمليها تاني لو حسيتي ان انتي لسه محتاجة. بإذن الله هجيب معاكم نتائج حلوة جدا ومرضية. ما تنسوش طبعا تكتبولي في الكومنتات ارائكم، بتسعدني جدا. واشوفكم في فيديوهات جاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.